أسفل رابية عالية عند سفح جبل القلزم في وادي عربة، وعلى ارتفاع 410 أمتار تقريبا عن سطح البحر، يقع دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس. يعد هذا الدير الأقدم في تاريخ البشرية، حيث أسسه مؤسس الرهبنة وأبو الرهبان القديس أنطونيوس الكبير، ليصبح بذلك مهد الرهبنة. وقد سميت سلاسل جبال البحر الأحمر بجبال القلالة، نسبة إلى القلالي، قلال الرهبان، التي كانت تزدحم بها هذه الجبال. وبمرور الوقت تم تحريف الكلمة لتصبح جبال الجلالة. الحصن بني في عهد الإمبراطور جوستينيان في عام 537 ميلادية لحماية الرهبان والمقدسات من هجمات البدو. يبلغ ارتفاعه نحو 15 مترا، وهو محصن بحيث لا يمكن دخوله إلا عن طريق هذه القنطرة الخشبية التي تتحرك بواسطة سلسلة حديدية. وزيادة في التأمين، بنيت أسوار الدير بارتفاعات شاهقة، وعليها بوابة ضخمة لم تكن تفتح إلا نادرا. أما دخول الدير فكان يتم بواسطة هذه الآلة التي تدعى الساقية، بها يرفع الشخص إلى أعلى الأسوار عن طريق هذا الحبل السميك مرورا من هذا الباب الضيق. أما هذه السلة فكانت وسيلة الرهبان لإطعام العربان من خارج الأسوار. كنيسة الأنبا أنطونيوس الأثرية تعد الأقدم في مباني الدير، حيث يرجع زمن بنائها إلى عهد الأنبا أنطونيوس نفسه. وقد شهدت عبر تاريخها الطويل أحداثاً كثيرة، توجت بزيارة قداسة البابا شنودة الثالث، حيث قام قداسته بتدشين مذابحها بعد ترميمها. نكرس هذا المذبح على اسم القديس الأنبا أنطونيوس، خين افران بفيوت نمشير سوا بفز مرؤوت نجيب نوت فيوت في بانتوكراتو. آمين. بفز مرؤوت نجيب فنوق نيس نشيري إيسوس بي خريستوس بنشوي. فز مرؤوت نجيب ابن فميس هو ابن باراكليتو. روعة الفن القبطي الأصيل تراها متجسدة في هذه الكنيسة العريقة، إذ تزخر بلوحات جدارية يرجع تاريخ أقدمها إلى القرن السادس الميلادي.
أما أعظم كنوز هذه الكنيسة فهو جسد مؤسس الرهبنة العظيم وأبي رهبان العالم الأنبا أنطونيوس، الذي يرقد في مغارة تحت المذبح الأوسط. تتحلى جدران الكنيسة بلوحات جدارية رائعة الجمال، يرجع تاريخ أغلبها إلى القرن الثالث عشر الميلادي، وقد رسمت بالأكاسيد وهي تتميز بدقة التعبير وروعة التصميم وجمال الألوان، فضلاً عن الفكر اللاهوتي الصميم الذي صممت ورسمت به الكنيسة. من الكنيسة يخرج الرهبان بعد مائدة الإفخارستية إلى مائدة الأغابي، حيث يتناولون معا خبز المحبة. بينما يقف الأب الأكبر ليقرأ من على هذا المنبر كي لا يكون انشغالهم فيما للجسد بل فيما للروح. مبنى الربتية كان يستخدم للإدارة، وعن طريقه يمكن الدخول إلى الحصن. ويحتوي هذا المبنى على ثلاث كنائس، أكبرهم وأقدمهم كنيسة السيدة العذراء، والتي تتميز ببساطتها وجمال حامل أيقوناتها المطعم بالعاج والمزين بالأيقونات الأثرية. يتميز أيضا هيكلها بقبة خشبية فريدة من نوعها، كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس، والتي تم تأسيسها حديثا إذ كانت حجرة فتم تحويلها إلى كنيسة. كذلك أيضا كنيسة الشهيد أبانوب والشهيدة رفقة وأولادها. وكذلك الحال أيضا في كنيسة الشهيد ماري مينا التي تقع بمبنى الحصن. أما كنيسة الآباء الرسل فيرجع تاريخها إلى القرن الخامس عشر الميلادي، هذه الجنة الخضراء تشهد لوجود الماء. عجبا، من أين الماء في هذه البرية القاحلة؟
كيف ونحن على ارتفاع يزيد عن 400 مترا من سطح البحر؟ إن الله الذي أنبع الماء من صخرة صماء فسقى شعبه في البرية، هو بذاته أنبع عين ماء في هذا المكان الطاهر ليعول بها القديس أنطونيوس، وما زالت مياهها تتدفق إلى يومنا هذا تأكيدا لعناية الله بنا. أنشئ هذا المبنى حديثا كمائدة للآباء الرهبان، وألحقت به قاعة للدرس والمحاضرات. هذا هو بيت الطحين الذي يرجع تاريخه إلى القرن السادس الميلادي، بينما يرجع تاريخ الطاحونة نفسها إلى مطلع القرن العاشر الميلادي. وهكذا كان الرهبان يطحنون القمح والحبوب والغلال، فمتى دار هذا الترس دارت معه الرحى لتطحن ما يصادفها من الحبوب. أية عظمة هذه التي شيدها الآباء الأولون! وكما كان الآباء هكذا أيضا الأبناء. لقد قام الدير بحفر هذه الكنيسة في باطن الجبل، ونحتت فيها جداريات عظيمة، عمل طويل وشاق وجهه وأشرف عليه بنفسه نيافة الحبر الجليل الأنبا يوستس أسقف ورئيس الدير، والذي له يرجع الفضل في هذه النهضة العمرانية التي شهدها الدير في العصر الحديث. ولما اكتمل العمل قام نيافته بتدشين المغارة كنيسة لله. نرشم هذا المذبح الذي للصليب والقيامة المقدسة خنفران ببيوت مبشير ابن مايس وابن توت أمين فز مرؤوت جيبيوت بيوت بي بانتوكراتور. ومن مغارة الصليب والقيامة المحفورة حديثا إلى مغارة ضاربة بجذورها في عمق القدم، مغارة صارت قبلة لكل سياح العالم. ترتفع هذه المغارة عن سطح البحر نحو ما يزيد عن 700 مترا بعيدا في أعلى الجبل تجدها. إنها مغارة الراهب الأول في التاريخ الإنساني، مغارة الأنبا أنطونيوس. كنيسة القديس بولس البسيط تلميذ الأنبا أنطونيوس، والتي بنيت على أطلال قلايته
التي بناها لنفسه ليكون قريبا من معلمه. من هذه المنارات تصدح الأجراس يوميا في مواعيد الصلاة، تكرز للرهبان أن هلموا للقاء العريس. اكتملت مباني هذه الكنيسة قبل منتصف القرن العشرين، وتتميز برسوماتها البديعة التي رسمها الفنان يعقوب فانوس. الطافوس كلمة يونانية يشير معناها إلى القبر، مقبرة الرهبان، حيث أجسادهم دفنت بالسلام وأسماؤهم تحيا مدى الأجيال. كنيسة الأنبا مرقس الأنطوني بنيت في القرن الرابع عشر الميلادي، إذ أنه عند نياحة الأنبا مرقس دفن جسده في قلايته التي عاش فيها، حيث تحولت لاحقا إلى هذه الكنيسة المباركة. وقد صارت هذه الكنيسة محبوبة جدا من الآباء السواح، لطالما زاروها ورفعوا منها صلواتهم بخورا طاهرا أمام الله. تستمد هذه الكنيسة روحانيتها من جسد شفيعها الأنبا مرقس. كذلك يضم الدير أيضاً أجساد قديسين آخرين، من بينهم الأنبا يوساب الأبح أسقف جرجة، وأبونا القديس يوستس الأنطوني. وهذا هو جسد الأنبا مرقس الذي بنيت عليه الكنيسة. الآن يا إلهي، لتكن عيناك مفتوحتين وأذناك مصغيتين لصلاة هذا المكان.